دي أغنية الفنان حكيم، حقيقة أغنية ملهمة جدا وبتشجع المواطنين، يعني بتدينا حماس. كل الفنانين كل واحد يعني عمل اللي عليه، يعني بدأ إن هو يشتغل علشان الصالح. يعني لما نقول لك انزل وشارك، احنا مش بس عايزين صورة، احنا عايزين تفاعل، احنا عايزين المواطن يتفاعل فعليا، يشتغل معانا. لما تنزل وتحس ان انت موافق، انت عايز بس مكسل، شايف ان انت مش يعني صوتك مش هيبقى فارق قوي، لا على فكره نزولك فارق ليك انت قبل ما يكون فارق للصوره او المشهد بتاعنا كلنا. فبنتمنى ان الانتخابات داخليا جوه مصر ما تقلش ابدا، ويعني نتمنى انها تزيد ايضا كمان عن الصوره الباهره والرائعه اللي احنا شفناها من خارج مصر. نمط رائع جدا ومشرف جدا، واسمحوا لنا بقى ان احنا نفند كل هذه الامور مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا دلوقتي في برنامج الحصاد، الاستاذ محمد السيد حماده، نائب مدير تحرير الاهرام والمتخصص بالشؤون الدوليه. برحب بحضرتك استاذ محمد. اهلا بك اهلا بك وبالمشاهدين. حضرتك تابعت الانتخابات خارج مصر؟ والله ما فيش مصري ما تابعش الانتخابات، يعني طبعا الانتخابات يعني ده حدث مهم جدا للدولة المصرية ولكل المصريين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. نعم، نسبة المشاركة وعملية الأداء ذات نفسها للانتخابات الرئاسية بقى من دول عربية ودول أوروبية، حضرتك ليك يعني تقييم معين على الأمر وشكل المشاركة؟ والله أنا أعتقد يعني أنا في قرارة نفسي الانتخابات 2018 تختلف تماما عن الانتخابات 2014. انتخابات 2014 كانت نسبة المشاركة نسبة ضئيلة جدا. نعم. احنا خارجين من ثورة وخارجين من تبعات الثورة وغيرها من الفوضى وعدم انتظام الحياة في داخل مصر. اما في 2018 فكانت مفاجأة كبيرة جدا ان الشعب المصري فعلا استوعب الدرس. الشعب المصري رد انه يوصل رسالة للعالم ان مصر موجودة، أن مصر لها القوة المطلقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن دور مصر أبدا لن ينتهي سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم أجمع. المصريين شعب صاحب حضارة ولديه من الوعي الكافي أن يفرز ما بين الغص والسميد. لعل إذا قرأنا قراءة سريعة للمشهد، أنا بسميه يعني كرنفال في حب مصر اللي تم في 16 17 18 72 ساعة انتخابات بالخارج، ده كرنفال في حب مصر. يعني حضرتك تشاهدي مثلا نسبة الأقبال كانت عالية جدا من كل المصريين، اللي جاي يدلي بصوته جاي بحب، يعني جاي بيقول أنا هو أنا عايز أشترك في تقرير المصير لمصر والمرحلة المقبلة، مرحلة الاستقرار والبناء والتنمية. كمان لاحظنا أن نسبة المشاركة كانت عالية جدا في دول الخليج، على سبيل المثال في الكويت كانت نسبة المشاركة كبيرة جدا لدرجة أن التوابير على السفارة وصلت للسفارات المجاورة للسفارة، ويمكن صرح بذلك السفير طارق الكوني سفير مصر في الكويت. وأيضا في السعودية كان الإقبال شديد جدا وكبير جدا، ولأول مرة تشوفي ان مش بس ان الناس اللي ليها صوت بس هم اللي كانوا متواجدين، لا يعني انت حضرتك تشاهدي مثلا وكانك راحه رحله، مثلا راحه فرح، واخده الابناء الصغيرين رايحين، يعني مش عايز اقول لك في حاله حصلت في الكويت، واحده مصريه اصيله يعني وضعت طفلها وراحت بيه تاني يوم اللجنه تدلي بصوتها. والده هي لسه والده امبارح. يعني فده كان مشهد بردك ان هي حابه، عارفه ان صوتها ليه ثمن، وعارفه ان هو هيغير، ان صوتك لما يكون ليه ثمن فانت بتبقى حريص جدا ان انت تروح تأدي دورك. المصريين مرتبطين بارضهم. احنا زمان قالوا لنا، احنا انا والدتي فلاحه، والدي يقول لك الارض عرض، والوطن والانتماء هو شعورك بالفخر لانتمائك الى وطنك والى ارضك والى يعني الواحد بيضحي بحياته عشان وطنه مش عشان مصلحه شخصيه ولا كذا.
فاذا برضك استطردنا في موضوع المشاركه نجد ايضا ان نسبه المشاركه كانت كبيره جدا في سلطنه عمان على سبيل المثال. كان المشاركه وبره اللي كان في الطبل البلدي والرأس البلدي والصعيد والتحطيب وكاننا مثلا في الصعيد. ويعني المصريين فرحانين، المصريين يعني وحشتهم الفرحه قوي قوي قوي، يعني بعيدا عن اعلام الشر واعلام المسموم اللي هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يضرب في ثوابت الشعب المصري واصالته ومشاركته وان هو القضيه مش فارقه معاه وكذا، هذا كلام غير موجود بالمره. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا في روسيا على سبيل المثال بعض الشباب خدوا مشوار 1200 كيلو عشان يدلي بصوته. كان في الصين وفي روسيا وفي دول اوروبا الشرقيه مثلا على سبيل المثال كانت درجه الحراره 15 تحت الصفر، ومع ذلك كان هناك مشاركه. في فرنسا كان سقوط الامطار، في 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 كندا على سبيل المثال ايضا نجد كمان ان الجاليات المصريه ادت للعالم درس. لما تلاقي وسائل المواصلات بيوفروها اتوبيسات وبالاعلام بصراحه كان حاجه مشرفه جدا جدا. احنا مش هنقول الكلام دوت كمزايدات على محبه عبد الفتاح السيسي كرئيس الجمهوريه او ذلك، لا، هم بيحبوا مصر. هم بيحبوا مصر وشايفين في الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو رجل المرحله، وان هو لولا عبد الفتاح السيسي كانت مصر حصل فيها حاجات قدر الله زي بعض دول المنطقة اللي فيها يعني اللي ربنا إن شاء الله يسلم وترجع بإذن الله زي ما كانت عهدها زي العراق وسوريا واليمن وليبيا، حفظ الله مصر يا رب يا رب. أستاذ محمد، يعني برضو من ضمن أنماط المقارنة ما بين انتخابات 2014 و2018 احنا شفنا شخصيات بعينها ما هيش مصرية نازلين يشاركوا المصريين ونفسهم يدلوا بصوتهم في الانتخابات على اعتبار انهم يعني مصريين الهوى. ويمكن سمعنا الكلام ده من شخصيه كويتيه، وسمعنا الكلام ده من شخصيه كويتيه عاديه ومن عضوه في مجلس الامه الكويتي ايضا، كمان اتكلمت عن مصر وعيطت وكان نفسها تشارك على اعتبار ان هي بمحبتها اعتبرت نفسها كويتيه مصريه. وشهدنا ده ايضا كمان في البحرين، يعني الشيخه لمياء الخليفه وهي من الأسرة الحاكمة نزلت إنها توزع قهوة على اللجان، على اللي قاعدين وعلى اللي بيصوتوا، شيء في غاية الروعة. شفنا أيضا كمان في الأردن ناس كتير قوي أردنيين موجودين عند اللجان لمشاطرة المصريين هذا الفرح، هم شايفين ده فرح. والله أنا يعني أقول لحضرتك هذا النموذج إحنا ما شفناهوش في 2014. ليه بقى يا فندم هنا يعني تحرك عربي وما كانش موجود في 2014؟ انا يمكن هقول لحضرتك كمان على حاجه يعني تفرحك وتفرح الناس. نعم. المشاهدين يعني انا كمندوب للاهرام في جامعه الدول العربيه لقيت اجماع عربي للوقوف جانب مصر. على سبيل المثال السيد فهد السلمي اللي هو رئيس البرلمان العربي اكد وقوف البرلمان العربي وكل العرب مع مصر في محاربه الارهاب، وايضا رئيس مجلس الامه الكويتي صرح لي ان 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 الشعب الكويتي يتمنى العزه والكرامه لمصر وانه يقف حكومه وشعبا واميرا بجانب مصر في دحر الارهاب. العرب فعلا مصر قلب العروبه، بعيد عن الاشخاص، هي مصر هي مصر. إذا سقطت مصر سقطت العروبة وسقط العرب أجمع. أنا في الأردن قالوا لي إن أصدقائي في الأردن قالوا لي إن المشاركة كانت كبيرة جدا جدا، وإن الناس اللي شاركت في الأردن قالوا إن مصر عصية، دي رسالة إن مصر عصية على أعدائها وعلى إيد أعدائها، فمصر لن تنكسر ومصر لن تركع أبدا. حب العرب لمصر لأن مصر هي الحضن، مصر هي الدفء، مصر هي الأمان لكل العروبة. والله يعني أنا الكلام ده حصل حقيقة، يعني أنا كنت في بغداد وسواق التاكسي اللي راكب معاه فقال لي أنا يعني ليه عندك رجاء لما عرف إن أنا مصري؟ قال لي أتمنى تقفوا جنب عبد الفتاح السيسي. والله هذا حصل وليس نفاقا ولا رياء. فأنا دايما أحب إن أنا أسأل طب ليه؟ سألته ليه؟
قال لي علشان خاطر احنا نتمنى يكون في عبد الفتاح السيسي في العراق يجمع شمل العراق. يا رب. ف ونبعد عن التشرذم ونبعد عن الانفلات اللي حصل عندنا والخسائر اللي حصلت عندنا. فانا بقول ان مش شخص عبد الفتاح السيسي، لا، عبد الفتاح السيسي الرجل له من الانجازات التي تتحدث نفسه، يعني راجل وحد عنده انتخابات رئاسيه شغاله في الخارج وفي بورسعيد بيشوف المشروعات وبيشوف الميناء بورسعيد وبيشوف، وكأن مثلا يعني الراجل مش يعني راجل شغال، ما يعني راجل مش هو كده كده شغال، يعني هو راجل شغال. فبالتالي هو يعني اي حد تاني عايز خايف على كرسيه او كذا او كذا هيقعد يتابع ايه اللي حصل في اللجان، ايه اللي حصل في الخارج، نسبه المشاركه قد ايه. لم يحدث هذا الكلام. اذا سلطنا الضوء على حصاد الانتخابات في الخارج نجد انه كان هناك وزاره الهجره والمصريين في الخارج كان لها دور كبير جدا، السفيره نبيله مكرم كان لها دور كبير جدا، والطاقم الغرفه المتابع للانتخابات على مستوى 124 دوله في 139 لجنه، عدد كبير ورقم كبير ومتابعه كبيره جدا. يمكن وفقا للاحصائيات اللي تم رصدها ان صفحه وزاره الهجره زارها اكثر من 7 مليون فرد، وتفاعل معها ايضا اكثر من كفيديوهات وكصور حوالي 1.5 مليون، واجابت على جميع الاستفسارات، سواء كان الاستفسارات اللي كان فين اللجنه اللي ينفع بالباسبور ولا ينفع بالرقم القومي، كل التسهيلات كانت متاحه. وعشان كده المصريين نزلوا، وانا عايز اقول لك ان شاء الله باذن الله في الانتخابات سوف تعقد باذن الله الاسبوع المقبل سنشاهد انتخابات حقيقية، سنشاهد إقبال كبير عكس قوى الشر والناس اللي متربصة بمصر. يكفي ان انا عايز اقول لك مثلا على سبيل المثال ان في عندك رقابة كبيرة جدا للانتخابات في الداخل، عندك 48 منظمة مدنية محلية مراقبة الانتخابات، عندك 9 منظمات دولية، جامعة الدول العربية منهم، وعندك أيضا منظمة المنظمة الأفريقية الاتحاد الأفريقي جاي أيضا يتابع الانتخابات، وكل ده هيتم رصد. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إيه؟ قال للناس انزلوا انزلوا انزلوا، مش لازم تديني. طب ده برضه يعني شوف حضرتك الصور أهي، ده يعني نمط من البهجة مش موجود في أي انتخابات في العالم. والله ما أنا بقول لحضرتك يعني دي فرحة كبيرة، كرنفال في حب مصر، منظر فظيع رائع. الناس عايزة استقرار، الناس شافت الـ 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 الخراب اللي حاصل في بعض الدول زي العراق وزي سوريا وزي اليمن وزي ليبيا، والقرارات الاقتصادية الحازمة اللي اتخذت بمنتهى الجرأة ما أثرتش على وعيهم. بص حضرتك من كنا خايفين من بص حضرتك 3 نوفمبر 2016 تم اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري. نعم. تعويم الجنيه المصري كان له من السلبيات وكان له ايضا من الايجابيات. على سبيل المثال حصلت طفره كبيره جدا في الاسعار، والناس حست ان في بعض الناس حست ان الحاجه غليت، فطبعا الناس ما كانتش متفهمه. والحاجه غليت قوي. يعني يعني احنا مع الناس، مش مع احنا صحيح. مش بتوع حد، احنا بتوع الناس، احنا من الناس. صحيح. فاللي حصل ان هذا القرار كان لازم ان هو يتاخد، له من السلبيات، نعم له من السلبيات. ارتفاع نسبه التضخم على سبيل المثال من 14% الى 25%، ارتفاع نسبه البطاله الى 34%. هذه القراءات والمؤشرات هي اللي ادت لاتخاذ هذا الاجراء، ولا بعد تعويم الجنيه؟ بعد تعويم الجنيه نسبة التضخم زادت ونسبه البطاله زادت والفقر زادت، لكن ده جاب مردود اقتصادي عالي جدا. اللي هو على سبيل المثال تم جذب رؤوس الاموال اللي هي للاستثمارات الاجنبيه، لان السعر علي، السعر زاد، سعر قصاد الجنيه المصري بقى اكبر. التعويم فكرته ايه؟ عرض وطلب، اللي هو تحرير السعر في العرض والطلب. فبالتالي بقى في جذب استثمارات، يعني عايز اقول لك ان حوالي مثلا 10 مليار دولار كل سنه استثمارات، واحنا ده شيء مهم جدا. ليه؟ لانك انت على سبيل المثال مثلا المناطق الصناعيه الصينيه، كم منطقه صناعيه في السادات، منطقه صناعيه موجوده في السويس، اسمها المدينه الصناعيه الصينيه، دي حوالي سبع مشاريع في نفس المدينه، يعني سبع مشروعات في نفس المدينه. طيب
هذه الاستثمارات عملت ايه؟ الاستثمارات فتحت بيوت، شغلت ناس، فبالتالي نسبة البطالة قلت، ده رقم واحد. رقم اتنين برضك السياحة زادت. ليه؟ لان انت اللي كنت بتشتري بخمسة دولار بقت ممكن تشتري باتنين دولار، فبالتالي نسبة السياحة زادت. فاذا كان هناك مردود اقتصادي. نرجع برضك نقول برضك ان كان عندنا الاحتياط النقدي كان 16.5 مليار، وصل 13. لا انا بتكلم في مرحلة التعويم. تمام. وصل 36 مليار دولار. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا صرحنا الشعب، الحكومة صرحت الشعب ان احنا في ازمة ومش هنقدر ندعم الدولار، فبالتالي وكمان عندنا حاجة كمان حصلت، القضاء على السوق السوداء. تم القضاء على السوق السوداء اللي كانت بتتحكم في السوق، سواء كان في صادرات، في الواردات، في كذا. الحاجة رقم اربعة اللي تمت اللي هو تقليل الايه بقى؟ الاستيراد. ما هو ده اللي انا كنت عايزه اقول لحضرتك عليه. هذه المناطق الصناعيه احنا عاده كنا بنستورد اكتر حاجه من فين؟ يعني كنا نلاقي اي حد معاه راس مال يقول ايه، هروح اجيب كونتينر من الصين واجي هنا في مصر وابيع، وكان بالنسبه لهم مربح قوي. المناطق الصناعيه اللي اتفتحت في مصر في الجهتين مختلفتين، يعني اعتقد ان ده انا جاب لي جزء من الصين عندي هنا، فبالتالي انا هستورد ليه؟ الميزان التجاري ما بين مصر وما بين الصين 8 مليار دولار لصالح الصين، نصف مليار دولار لصالح مصر. مصر بتصدر بنصف مليار، 500 مليون دولار. الصين بتصدر لك ب 8 مليار كل سنة. وفي سنة 2015 كان 9.5 مليار. طيب احنا لما جينا فادينا فرص للشركات الكبيرة الصينية ان هي تيجي وتعمل مشاريع عندنا، ايه اللي حصل؟ نقلت التكنولوجيا بتاعتها هنا، ده رقم واحد. رقم اتنين، اصبحت انت مركز لوجيستي للمنطقة ككل. يعني انت مش هو مش جاي بيصنع عندك لمصر بس، لا ده لافريقيا وللشرق الاوسط. رقم ثلاثة، وده بردك شيء مهم جدا، وده اللي فطنت اليه الدولة، اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو تدريب المصريين على هذه العمالة. صحيح. على هذه المهن والحرف. يعني نمط الصناعة. بالضبط. فكل شركة عملت حاجة اسمها مركز تدريبي. المركز التدريبي ده دربت المجموعة اللي هيتم انها تشتغل في هذه الشركات وفي هذه المناطق الصناعية. وتدريب ايضا كل من يريد ان يتعامل مع هذه الصناعة. نعم. اولا شيء مهم جدا ان احنا نعرف برضك ان الاتفاق ما بين القيادة المصرية والقيادة الصينية على تعزيز التعاون المشترك بين الاثنين، وان جعل مصر محور اقتصادي استراتيجي بالتعاون مع الصين، ده نتيجة التفاهم بين القيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية الصينية. أستاذ محمد، يمكن هنا في فكرة الحقيقة وتناقشنا فيها مع حد يعني، وأنا حابة ممكن إحنا نبدأ نعرضها دلوقتي. فضلي. إن يعني قياسا على هذا النمط من عملية التصنيع مع الصين، ليه ما يبقاش في مثلا إن إحنا نقفل عملية الاستيراد لكل أنواع السيارات من الخارج، ويعني إحنا نفتح السوق بتاعنا معاهم بان هم يعملوا هنا مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات، يعني هذه الوحدات اللي بتركب منها سيارات هي تعمل المصنع ومش هنستورد، هم تلقائي هيجروا انهم يعملوا المصنع وبعد كده مش هنستورد منهم، فبالتالي الامور حتى مش عارفه يعني ايه رايح ده يمشي. هو الكلام ده فعلا على الارض حصل، الكلام ده حصل على الارض. المدينه الصناعيه الكبيره اللي هي موجوده في السويس، الهدف منها اللي هو تصنيع قطع الغيار، والهدف منها ان هي اقامه اكبر مصنع في منطقه الشرق الاوسط للسيارات. يعني السياره الكوريه هتيجي هنا مصر تتصنع وتجميع السيارات، يعني من هنا من مصر مش هنستوردها. احنا يا فندم دلوقتي في الاتفاقيات مع اي دوله دلوقتي ان لابد من وجود اللي هو المكون المحلي. نعم. يعني يمكن الكلام ده برضك احنا هنجيله ونتكلم في مساله مثلا الانجازات على سبيل المثال. لا يعني برضك واحنا ماشيين كده احنا يعني ايه يعني بننتش من الانجازات يعني. نعم. يعني من ضمن الحاجات اللي يعني انا مش بقول للناس انزلوا شاركوا علشان خاطر توجيه ولا عشان خاطر يعني مثلا هقول لحضرتك على الكرنفال اللي حصل في الشوارع مثلا المصريه من اليفط والملصقات والحاجات دي كلها، انا شايف انه كتير. انا على المستوى الشخصي بعترف ان هو كتير جدا جدا، وبل في بعض الاحيان بيوصل الى حاله يعني مستفز. طيب
فانا عملت حاجه لطيفه جدا بحكم ان انا صحفي وبحكم ان انا بحب الشغل الميداني. فنزلت على في الشارع في بعض الميادين، ورحت مثلا عند محل فقلت له تعالى يا ابني هنا عايز اسالك على حاجه، فقال لي ايه خير؟ قلت له انت معلق اليافطه الكبيره قوي دي ليه؟ يعني انتوا معلقين اليافطه الكبيره قوي دي، تكاليف كتير قوي، ايه اللي خلاك تعمل دي؟ اكيد برقم. فرد عليا رد قال لي اصل صاحب المحل عايز ينزل المحليات القادمه. فواحد تاني قال لي بصراحه انا عايز اقول لك انا بحاطط اليافطه دي، الراجل ده في وجوده حصل استقرار وحصل امن وحصل امان، انا ساعه الثوره محلات اتسرقت وما بقتش عارف اتعامل مع البلطجيه ولا عارف اتعامل مع فرض السيطره نتيجه غياب الشرطه مثلا على سبيل المثال. فالراجل ده يستحق ان انا اعمل له اليافطه ديت وال 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 والفرح اللي هو عامله حواليه ده. فده وجهه نظر بعض الناس تانية. قلت لهم الله، يعني انت ده هل اليافطه اللي انت حاططها بالامر المباشر؟ فقال لي لا. فقال لي لا، انا ما ينفعش ان احنا نحط بالامر المباشر، احنا خلاص فكره الامر المباشر دي اصبحت مش موجوده. يعني مش هينفع ان حد يقول لك حب فلان ولا علق يافطه ولا الكلام ده، كلام غير صحيح بالمره. وده اللي بيروج له الاعلام المسموم، ان في توجيه. والكلام ده احنا شفناه في الانتخابات في الخارج، يعني الناس اللي معلقه يافطه والحاجات دي مفيش توجيه بقى، يعني هيجي له التوجيه منين يعني؟ اذا كان هناك توجيه فالخارج، طب مين اللي معاه بوصله التوجيه بره؟ انا بس عايز اطمنك وعايز اطمن الناس، احنا يعني لابد، يعني انا بسال بعض الناس من اصدقائي وبعض الناس من اهلي، بقول لهم طب انتوا هتنزلوا الانتخابات ليه؟ بحاول ان انا اعمل يعني محادثه بيني وبينهم يعني، فلقيت بعض الناس بتقول لي احنا هننزل عشان نقول له متشكرين. متشكرين على الامن، متشكرين ان بنتي بتخرج بتروح جامعتها وبتروح شغلها في امان، متشكرين على ان المراه المصريه ماشيه في المواصلات وماشيه في الشارع في امن وامان، بعيد عن التحرش وبعيد عن الالفاظ المسيئه وكذا. المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة وأروع النماذج. هي طبعا تاريخها كله المرأة المصرية هي يعني هي الحضن وهي اللي بتحضن على أولادها وهي أساس البيت يعني. فالمرأة المصرية عندما تشعر بالأمان فمصر في أمان. وطبعا انا بمناسبه ان عيد الام، فانا لكل ام بقول لها كل سنه وانت طيبه. ده شهر 3 ده شهر المراه. نعم. عيد ام، عيد مراه عالمي، عيد المراه المصري. شهر 3 ده هو شهر المراه. فاللي انا عايز اقوله ان اصبح هناك وعي لدى المصريين. يكفي مثلا ان انا عايز اقول لحضرتك يعني الشباب ايضا عندهم حميه ان هم ينزلوا. ليه؟ لاول مره يتم 5 منتديات للشباب. أول مرة رئيس بحكومته يقعد ويستمع للشباب ويستمع لتوصياتهم. لأول مرة تم الإفراج عن 3 دفع من الشباب في السجون نتيجة هذه المنتديات أو المؤتمرات للشباب. لأول مرة التوصيات بيتم تفعيلها قرارات. فإذا الشباب بقى ليهم دور، مش هنقول عزوف عن الحياة السياسية، هم أصبحوا جزء من الحياة السياسية. إحنا نسبة الشباب في مصر من 50% لـ60%. الشباب دي نسبة يعني مبهرة، من أكبر نسب موجودة في العالم، مخيفة لكل دول. صحيح، مخيفة للعدو قوي يعني. كان عندنا للأسف السوشيال ميديا والفيسبوك والتويتر وكذا، كان بيتم استخدامهم في استقطاب الشباب للأعمال العنيفة والكره والكراهية. والدليل على ذلك في تنظيم داعش الإرهابي كان بيجند كل الشباب عن طريق الفيسبوك وعن طريق الصفحات التواصل وكذا وكذا وكذا. إذا مصر انتبهت للشباب، هناك أكاديمية للشباب يتم إعدادها حاليا، الرئيس مهتم جدا وتحت رعاية الرئيس مباشرة مع مجلس الوزراء. هذه الأكاديمية سوف يخرج منها الصف الثاني والثالث في جميع مؤسساتها. فلا يعني أنا اللي يقول إن الشباب ملوش دور، لا، الشباب ليه دور في الحياة السياسية. الشباب الرئيس استمع ليهم، الرئيس وضع آليات، وضع قوانين، وضع لوائح لتنفيذ توصيات منتديات الشباب.
اللي هي تعتبر زي ما انا قلت من 50 لـ60% من القوة البشرية في مصر شباب. لكن انا ليه عتاب على موضوع الشباب ايضا يعني. يعني الرئيس مش هيعمل كل حاجة يعني. وزارة الشباب مثلا على سبيل المثال كانت بتعمل ندوات تثقيفية. وزارة الشباب كانت بتعمل معسكرات، والمعسكرات دي كانوا بيجيبوا رجال من الأزهر ورجال من الكنيسة، وكانت بيحصل عملية حوار مجتمعي. أصبح غير موجود. مش مجرد أن أنا أروح أبو قير أقعد على البحر يومين ثلاثة وأنا معسكر الشباب، لا، معسكر الشباب معناها أن أنا بتحاور معاه، بجيب له قيادات دينية، بجيب له قيادات بتدعو إلى التسامح والمواطنة والمشاركة. أنا لسه جاي من مؤتمر فيينا للحوار من أجل السلام، مؤتمر عالمي كان موجود في فيينا. 350 فرد من رجال الدين حول العالم، رجالات الدين حول العالم. كان منظم هذا المؤتمر مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان الموجود في المملكة العربية السعودية، واللي مقره الأساسي في فيينا. هذا المركز الذي يدعو إلى التسامح، تخيلي حضرتك 350 رجل دين قاعدين بيتحاوروا عشان نوصل لمنصة مشتركة، عشان يحصل التعايش المشترك، عشان نحترم بعض، عشان ما نخشش بالدين نقسم الشعوب، تحصل الحروب وتحصل الفوضى باسم الدين. فلا يعني انا عايز اقول ان احنا برضك ينقصنا ان وزارة الشباب تعيد الفكرة في المعسكرات بتاعتها والمنتديات اللي بتعملها، وان يتم تفعيلها اكثر من ذلك. ايضا انا عايز اتكلم على الانجازات اللي تمت خلال المرحلة اللي فاتت 3.5 سنين في فترة الرئاسة. إذا نظرنا على سبيل المثال على البنية التحتية، هنجد أن هناك أكثر من 7 كيلو متر طرق تم إنشائها. وشق الطرق ده شيء مكلف جدا جدا جدا. عايز أقول لك إذا نظرنا أيضا على مياه الشرب، حوالي 94% من كل قرى ومدن مصر أصبح فيهم مياه شرب صالحة. وأيضا الصرف الصحي نسبة كبيرة جدا تخطت 80%. إذا نظرنا إلى الصحة على سبيل المثال، هنلاقي أن تم علاج 1.5 مليون مصري من فيروس سي. فده رقم، ودي أرقام وميزانية جبارة جدا جدا. فيعني سبحان الله. توصيل الغاز للمنازل كمان في القرى ده كان موضوع الطاقة، ده موضوع كبير. موضوع كبير هكلمك عنه حضرتك، يعني حضرتك هكلمك عنه. الطاقة على سبيل المثال، لما رئيس الجمهورية يقول لك أنا هحللك مشكلة الطاقة، ونعمل أكبر محطة طاقة، مجمع طاقة شمسية في البنبان في أسوان في إتكو، فيعني حاجة فخر لينا مش لمصر بس، ده للعالم. أكبر محطة على مستوى العالم دي بتنتج 2000 كيلو وات. طيب إذا نظرنا أيضا إلى المفاعلات النووية، محطة الضبعة إنشاء 4 مفاعلات نووية من مرحلة أولى مع الجانب الروسي باستثمارات 35 مليار دولار. هذه توليد الطاقة النظيفة. إذا نظرنا أيضا على مصادر الطاقة التقليدية، هنجد أيضا أن بردك اللي هي مثلا التوربينات بتاعة السد العالي وغيرها وكذا وكذا، تم الصيانة وتم كذا فزيادة كفاءتها. مثلا مشاريع الربط مع السعودية، ربط الكهربائي مع السعودية والأردن وغيرها، كل ده استثمارات. نيجي بردك نتكلم على مثلا على سبيل المثال شركة سيمنز، اللي هي قامت بإنشاء العديد من المحطات الطاقة الكهربائية. فأصبح عندنا دلوقتي تخطى أكثر من 35,000 كيلو وات، أكثر من احتياجة. أنت كمصر بتحتاج 26,000. الفائض يصدر بقى. يصدر يا فندم. وأنت في عندك عن طريق الشبكة المصرية السعودية. أنت أوقات الذروة عندك تختلف عن السعودية، فأنت بيحصل عملية هات وخد ما بينك وما بين السعودية. بالإضافة إلى أن أنت بتبيع الطاقة دي بيعود عليك بالنفع. لو نظرنا أيضا إلى الاكتشافات اللي تمت في الغاز. على سبيل المثال في حقل زهر. حقل زهر دوت اللي هو في البحر المتوسط، منطقة البحر المتوسط، نيجي نقول أهمية ترسيم الحدود. دي كانت من عبقرية برضك القيادة السياسية. ما كناش عارفين الحقيقة إيه أهمية الزيارة لقبرص وأثينا وهذه المنطقة، يعني
استغربناها قوي، انها كانت على راس الزيارات الخارجيه. حضرتك كانت الاجابه دلوقتي حضرتك، احنا الحمد لله تم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان. نعم. وتم ترسيم الحدود مع السعوديه. والشركات العالميه اللي هي بتكون بعمليه استكشافات في مجال الغاز او مجال البترول لا تعمل الا في مناطق امنه. الاتفاقيه تم اقرارها في الامم المتحده. نجد الاستفزاز التركي اللي حصل في المال الاقليميه والرد القوي من القياده السياسيه المصريه. لو المعيار الزمني مهم قوي يا استاذ محمد، اخذ قد ايه عمليه الاستفزاز والتعدي وتراشخ بالتصريحات؟ ما اخذش يومين. ما هو وكل واحد رجع مكانه يعني. ما هو يا فندم كان في بعد. نعم. كان هو في خطه او كان في هدف من هذا الاستفزاز. انت بتقوم بعمليه سيناء 2018 العمليه الشامله للقضاء على الارهاب اللي موجود في سيناء. نعم. والرئيس عبد الفتاح السيسي اخذ على نفسه عهد ان خلال 3 شهور سيتم اقتلاع جذور الارهاب من سيناء. فكل الميديا وكل الاعلام المسموم عدى شهر، عدى 2، عدى كذا، بيعدوا لك باليوم. نعم. فطبعا اختيار الوقت ده يرجع للقياده. نعم. يعني يعني ده اسمه في الحرب اسمه الخداع الاستراتيجي يعني. في بعض المغردين يقول لك الله، طب اشمعنى الحرب دي او الموضوع اللي هي عمليه سيناء 2018 تزامنت مع الانتخابات الرئاسيه؟ لا، احنا ده يخضع لايه؟ للخداع الاستراتيجي. نعم. اولا هو مش محتاج ان هو يدعي ان في ارهاب، لا هو الارهاب موجود. يعني انت حضرتك دلوقتي بعد ما قوى التحالف ضربت داعش ده لازم يكون موجود. ضرب احنا محاطين بدول اساسا مترهله من الارهاب. ما حضرتك أساساً. انا عايز اقول لك انت بعد ما الكام 40 دوله ضربوا داعش في سوريا وفي العراق، طيب من وفر لهم الممرات الامنه للخروج من سوريا ومن العراق؟ اسلحه. مين اللي وفر لهم اسلحه كمان؟ من وفر لهم الاسلحه والتمويل؟ نجد ان الاصابع تشير الى تركيا وتشير الى قطر على سبيل المثال. الرباعي الامريكيه الصنع ايضا كمان. نعم. اللي فندم احنا بس عشان خاطر انا بتكلم حضرتك معلومات يعني. تمام. يعني انت البيئه الحاضنه والممرات الامنه ويمكن القياده السياسيه ورجال المخابرات ورجال الامن الوطني رصدوا العديد من المكالمات ان هم بيستغيثوا ان هم عايزين ممرات امنه للخروج من سيناء، ان هم يروحوا في الاماكن اللي هي ممكن تحتويهم زي مثلا ليبيا، زي السودان، زي نعم. زي الصومال. هم وده على ما اعتقد وزير الخارجيه الامريكي طلبه من الرئيس. والله يا فندم يعني احنا سمعنا طبعا ده نشر في الجرائد القوميه يعني يعني يعني, يعني, يعني انا بتكلم عموما في العام يعني. نعم. انا بتكلم ان في استغاثه ان هم عايزين ممرات امنه وان هم اللي مشغلينهم عايزين يوفروا لهم الحمايه. نعم. يعني عايز اقول لحضرتك تم القبض على سفينه تركيه. نعم. على السواحل الليبيه كانت. نعم. محمله بالمتفجرات وكذا وكذا وكذا. فيعني برضك دي مؤشرات يعني. ما انا بقول لحضرتك يعني. نعم. لا ده احنا كمان ده كان بيان السيد سامح شكري وزير الخارجيه. نعم. المصري في مؤتمر ميونخ للامن الذي عقد الشهر الماضي، كان بيان في منتهى القوة. يعني سامح شكري ده أنا بسميه أسد الدبلوماسية المصرية. نعم. يعني إنه هو تحدث إن مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأن مصر أيضا تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة مثل هذا الإرهاب وتشريعات محددة والتزام من الدول للوقوف ضد هذا الإرهاب الغاشم اللي هو مش بيستهدف مصر بس. ده بيستهدف منطقة الشرق الأوسط ككل والعالم. نعم. فالقوى الشر التي تريد الشر بمصر حبت ان هي تستفز مصر وتخرجها عن التركيز في عمليه سيناء في المياه الاقليميه. فكان الرد المصري رد في منتهى القوه بالقطع البحريه تم تحريكها وكذا، كله التزم على طول مكانه لان ما فيش هزار. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اكثر من مره وقال ان يد تبني ويد تحمل السلاح. نعم. مش عشان انا ببني فانت لا، ده انا القوه موجوده. وهذا معنى القوه الغاشمه. نعم. القوه الغاشمه ان انا ما فيش تفاهم. مش عمري ما هتفاهم وعمري ما هقعد اتحاور معاك في حق من حقوقي. انا هاخد حقي يعني هاخد حقي وبعد كده نبقى نقعد نتفاوض. نعم. البيانات الكثيره من القياده العسكريه، القوات المسلحه يعني، البيان تلو الاخر تلو يعني، كل فتره لازم يبقى في بيان شامل ويفند بنعمل ايه ووصلنا لايه يعني، معلومات.
هناك من يلوم هذه البيانات، يقول لك ده تكتيك حرب. من امتى واحنا بنشوف تكتيك الحرب بيعلن على الناس؟ هي مش الحرب خدعه؟ بص يا فندم، هنا احنا عايزين نوضح الجزئيه دي، لانه ده لعب في عقول البسطاء، بان يعني عم ان من هم مقيمين يعني او من يهيمنوا على تحريك الحرب في سيناء او الدفاع عن سيناء لا يدركوا الف باء حروب، بان انت بتفصح بمعلومات للناس وليه بتقول هتعمل ايه وسويت ايه ده الف باء يعني تكتيك حرب. فعايزين يفهموا البسطاء بان هم واقعين في الحته دي، يعني معناها احنا ضايعين بقى كده. بص يا فندم، انا عايز اقول لك على حاجه. احنا اولا بنفتقد لميثاق الشرف الاعلامي، يعني كتير جدا من وسائل الاعلام بتفتقد لهذا. احنا بنميل قوي لاثاره الفتن واثاره الاشاعات، والحاجات دي كلها بتضر فيها اضرار كبير جدا بالاقتصاد المصري ووضع مصر. كان يؤخذ على العمليات العسكريه او العمليات الامنيه، يقول لك ايه، لا ده ما فيش حاجه، ده واحد متخلف عقليا عمل مش عارف ايه. كان الكلام ده مجتمع زمان، انا بعترف هذا الكلام. كان موجود. لكن وفي نفس الوقت القياده حاليا بقى عندها نوع من الشفافيه انها تعلن عن النتائج العمليه، بدل ما انا حصل قبل كده من فتره وقال الحق 15 كمين اتضربوا في سينا مره واحده وبتاع، وفي سينا فضيت من القوات وكذا وكذا. كل الكلام ده كان كلام غير صحيح. فبالتالي احنا الشؤون المعنويه والجيش ورجال الدوله تفهموا ان هم لابد من خروج البيانات الرسميه اللي هي بيكون لها شفافيه، ان احنا ناخدها من اصحابها. يعني احنا نطلب الطلب ولما يلبى يعني نستغرب او نستنكره. كانوا بيقولوا ليه كل حاجه يعني مداريه؟ ليه المعلومات مش واضحه؟ ليه تقولوا ان كل حاجه تمام مع ان بيحصل حرب وبيحصل كذا واولادنا بتستشهد؟ ولما نيجي نعلن ونطلق الشفافيه بهذا الشكل بما لا يخل بالعمليه الامنيه او بتكتيك الحرب، دي حاجه على فكره ودي حاجه تانية خالص. فبرضه نلوم يعني بص يا الامر. بص يا فندم، احنا يعني انا عايز اقول لك على حاجه. احنا البيانات اللي بتطلع دي، يعني شوفي، من يعني انا بصراحه ساعات بقول يعني، ويقول لك مثلا احنا ضربنا 15 عشه لمش و14 دراجه، فانا اقول يعني حتى الدراجات انت هتقولها يعني؟ لا فعلا هو بيقول كده. فده يعني شوف الدقه، وصلنا لدرجه ايه. طيب يعني احنا يعني طبعا تطرقنا لجزئيه الشائعات، وفي شائعه انا مش عارفه اذا كنت حضرتك سمعتها ولا لا، انه يستطيع الناخب ان يدلي بصوته من تليفون المنزل. طبعا هذا غير صحيح. اولا كان الكلام ده تم اثارته في الخارج، ان انا عايز ادلي بصوتي عن طريق الانترنت. طبعا الكلام ده غير صحيح. الكلام ده انت لازم من شروط المشاركه ان انت تروح ويكون معاك هويتك، جواز السفر او الرقم القومي. نعم. ممكن ان انت مش لجنتك تروح عادي. في اي لجنه. لكن فكره التليفون وفكره وانا قاعده في بيتي والخط الساخن والحاجات دي كلها قوى الشر موجوده. يعني معناها خليكم قاعدين في بيتكم. لا طبعا الكلام شائعات طبعا طبعا يعني. طبعا اللي انا عايز اقوله ان الشر والتحديات بتحيط بمصر من الداخل ومن الخارج. مصر ان شاء الله محفوظه باذن الله. مصر ان شاء الله ربنا حافظها وفي امن وامان عشان ناسها وعشان الناس الغلابه اللي فيها والناس البسطاء اللي فيها. انا عايز اقول كلمه لكل المصريين، عايز اقول لهم بعيد عن الحشد وبعيد عن الافكار بتاعت احنا هنحشد واحنا هنجيب واحنا هننزل العمال واحنا هننزل المصالح الحكوميه، وفي بعض الاشاعات يقول لك ده المدرسين هيروحوا واللي هيروح مش هيروح هيتخصم منه، وفي كل الكلام ده. المصري ما ينفعش معاه الكلام دوت. يا ما اتقال اللي مش هيروح يدفع 500 جنيه ايام الاخوان مثلا على سبيل المثال، ولا حد كان بيروح ولا بره. اي حاجه اصلا يعني خدت بال حضرتك. فلا، فاحنا فكره العقاب او العقاب الجمعي مش هتجيب نتيجه. الناس هتنزل، انا متاكد في قراره نفسي وعندي ايمان على وبراهن على وعي الشعب المصري، براهن على الاسره المصريه، براهن على حزب الكنبه، براهن على مش براهن على الناس اللي عامله يفط واللي عايز ينزل مجلس محلي واللي عايز ينزل مجلس نواب واللي نفسه في ترخيص يعمله للمحل. والكلام ده كلام عفى عليه الزمن خلاص، في عصر الفساد انتهى. كل الملفات بتتفتح، عندنا وزير بيتقبض عليه، لسه محافظ عندنا محافظ بكذا، عندنا نائب محافظ بيحصل معاه كذا. فعلا.
فلا احنا الهيئات الرقابيه شغاله، كل اجهزه الدوله شغاله، والراجل شغال، الراجل عايز يكمل مرحلته، الراجل عايز يكمل بناء مصر. احنا في مرحله الاستقرار، هو قالها، احنا في مرحله الاستقرار نثبت قواعد الدوله. ان العالم كله بيبص لنا، افريقيا بتبص لنا، اوروبا بتبص لنا، اسيا، امريكا، كل العالم بيبص على مصر. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الناس تعي اهميه المشاركه، عشان بردك يعني كل الافكار الهدامه وكل الناس اللي بتزايد علينا ان احنا مسيسين او ان احنا مجبرين او الكلام ده كلام غير صحيح، غير صحيح بالمره. يعني انا موظفه في جهه حكوميه، يعني عمري في حياتي ما حد قال لي بالامر المباشر لازم تنزلي والا هيخصم من مرتب. ما حصلش، هو اصل المصري عنيد طبعا، ما ينفعش يمشي بالامر. لا فهو لا عنيد، لا 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 لا، وهيحاول يشوف اي التفاف. هو لكن نعم لا، هو انا براهن ان الناس عندها وعي، الشباب عنده وعي، الشباب عايز يشتغل. نعم. بردك من ضمن الانجازات انشاء مليون وحده سكنيه، السكن الاجتماعي. مليون ونص فدان. هي الانجازات كتيره، احنا انجازات كميه، يعني انجازات كبيره بنقول جدا. انا بقول لحضرتك، لا ما ده اللي بيمس الشباب، ما الشاب عايز يتجوز فعايز شقه، الشقه دي فيها كذا، عايز وظيفه ففي مصانع بيتم كذا. لكن برضك انا بناشد برضك رجال الاعمال ان هم يخلصوا للبلد دي، زي ما يستفادوا يفيدوا البلد. مش ان انا استفاد وان انا امص دم الغلابه واروح واجري ورا الرئيس في كل حته وابان في الافتتاحات وبتاع. لا، افتتح افتح افتح اكل عيش للناس. نعم. اكل نعم. الناس، شرب الناس. نعم. اهتم بالعاملين اللي عندك. مش تعينه النهارده وتخليه يكتب استماره سته بكره وتخليه مهدد. ايوه لا. فانا برضك اتمنى ان رجال الاعمال يقوموا بدورهم. اتمنى بالاجهزه الرقابيه انها تقوم بدورها، نقضي على الرشوة ونقضي على الفساد ونقضي على الحاجات دي كلها. احنا عايزين مصر، عايزين مصر تبقى زي الدول المتقدمة في اوروبا، كل حاجة ماشية على السيستم. ايوه، مفيش حد، مفيش تفرقة بين سين وصاد. محتاجين السيستم، وادينا دلوقتي اهو بنحط اول قواعد لتنظيم الامور في كل شيء، اقتصاديا حتى كمان هيكله في نمط الرؤى السياسيه، سواء سياسه داخليه او خارجيه. زي ما حضرتك قلت، ما حدش فوق القانون. احنا بقى عندنا الكل مساءل والكل يخاف من عمليه المساءله والمواجهه، فاصبح يعني دلوقتي احنا بنشهد بالفعل تحريك وتغيير الملامح لمنظومه قديمه كانت يعني متهالكه، ورفضناها ونفضناها، مش هترجع تاني. انا الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد السيد حماده، نائب مدير تحرير الاهرام المتخصص بالشؤون الدوليه. شكرا يا فندم جدا، وشرفتنا ونورتنا. اشكرك يا فندم، واشكر كل المشاهدين، ويا رب ما اكونش دف تقيل عليكم. لا ابدا خالص. اشكرك يا فندم، كتر خير. اشكرك يا فندم. احنا متواصلين مشاهدينا الكرام في هذه الدعوه للنزول، هذه الدعوه للمشاركه. المواطن المصري طول عمره ايجابي، لا يمكن أتصور أن يكون في مواطن مصري قاعد في بيته ولدينا هذا المحفل العظيم وما ينزلش. يعني انزل شارك في هذا المحفل، احنا مش عايزين منك أكتر من كده. ضيوفنا إن شاء الله هيشرفونا، ولكن بعد هذه الدقائق البسيطة.